انا امبارح جربت حسين الشحات يبقى مذيع، ما ينفعش. قلت له كده عايزك تاخد هيئه المذيع كده، يا نهار ابيض، ده وقول الو وبتاع وخليك حسين وتكسر مذيع عزتك. ازاي؟ ازاي؟ انت شفت فيه ازاي؟ ايه يا حسين؟ انا مش قلت شايف. اجرب يا عم رامي، قلت اجرب. فانا هنشوف فيك النهارده انت مذيع ولا لا. عامل تاخد معاك انت لقاء انت؟ المكالمه؟ لا خد المكالمه لا التليفونيه كده مكالمة. بقى بصوت عالي كده وايه، وسيطر على الموقف. ومعانا اتصال هاتفي ونقول ايوه يلا نقول الو. الو يا رامي حبيبي، عامل ايه؟ قفشه رامي حبيبي، ده صوته، عارف نبرة صوته ده معروفة مميز. والله العظيم يا كابتن، نبرة صوته عالمية. ازيك يا قفشة؟ حبيبي يا كابتن رامي، اخبارك اخبارك ايه؟ ايه يا حبيبي، عامل ايه؟ حبيبي اهو ربنا مذيع انا يخليك بقى. يا حبيبي. مذيع شاطر. اخبارك ايه في الاجازة؟ زي الفل، ما تقلقش كله سافرت تمام. البلد ولا لسه؟ حبيبي رامي، كابتن شوبير ازي حضرتك؟ مساء الفل يا ابو مالك. مساء الفل يا كابتن، ازي حضرتك النهارده اخبارك ايه؟ عيد ميلاد مالك النهارده؟ يا كابتن كمل سنتين اهو. بسم لا الله لا ما لا، شاء كل سنه الله وانت طيب يا قفشه. ما شاء الله، كل حبيبي سنه وانت حبيبي يا طيب وهو كل طيب سنه يا وانت حبيبي. طيب. اظن اسعد فرحه بالنسبه لك يا قفشه. طبعا يا كابتن، والله هو ملك يعني، من ساعه ما ربنا رزقني بيه وكل حاجه حلوه الحمد ما شاء لله، الله يعني ربنا يبارك خلي لك. بقى كابتن قفشه، والدنيا قفشه مختلفه. بيقعد يوريني فيديوهات لابنه، يعني من كتر ما هو متعلق بيه، ما يعني شاء الله. يقعد يوريني حاجات، يقعد مثلا معاه بص بيعمل ايه، بص، فدي فرحه يعني. الخلفه بصراحه حاجه تانية بصراحه، طبعا انت فربنا عندك يبارك لك عالي. فيه. ها عندي عاليه. داخله برضه في سنتين اهي مش كده؟ داخله في سنتين. قربت. بس ابعد ابنك عن بنتي يا قفشه. لا ما تقلقش يا رامي، في تمرين السباحه بشوفهم هما الاثنين بيبقوا مع بعض. ها لا لا، ملك محترم ما تقلقش، متربي يا رامي. ازيك يا قفشه؟ حبيبي يا كابتن احمد، ازي حضرتك اخبارك مبروك ايه؟ يعني الحقيقه الاصرار والنجاحات، لانه برضو قفشه عانى بصراحه. يعني، كنت لسه بقول لحضرتك بصراحه، يعني مؤثر جدا على طول مباريات. بنتكلم مع بعض. قول اتفضل. لا على طول قفشه بنتكلم مع بعض. في الحته دي ان هو بصراحه بيشتغل كويس قوي يا كابتن، يعني من الاوائل الناس اللي بيجوا النادي، اشتغل في الجيم، محافظ على نفسه، محافظ على اكله، مركز طول الوقت انه يلعب ما يلعبش، والله العظيم يا كابتن يعني قاعد مركز. حلو. يعني بيقعد، احلى حاجه في قفشه ان هو بيقعد بيحط سيناريوهات للماتش قبل الماتش. والله انا لو نزلت هبقى مركز في كذا، ولو ما نزلتش هبقى تاني يوم في تمرين احاول اركز في التمرين عشان اعمل اعمل كذا. كذا. فبصراحه شخصيته حبيبي ربنا مركز قوي يخليك في يا رامي، الملعب حبيبي بجد. تسلم حبيبي، ربنا لا يخليك. مش بجاملك والله قفشه، دي حقيقه والله بجد، انت بتعمل حبيبي كده فعلا، انا مش بقول حاجه مش فيك. قفشه اكتر مباراه كنت قاعد فعلا زي ما بيقول رامي كده، حطيت لها سيناريوهات ونزلت حصل. هل نهائي الكاس امام الزمالك، هل المباراه الاخيره اللي قفشه بينزل بيغير من شكل الفرقه وشكل الملعب وشكل الاداء؟ والله يا كابتن احمد، يعني الحمد لله الواحد دايما وانت قاعد على الدكه، انا قلت قبل كده، بيبقى عندك، لو انت لعيب بتبقى مركز او حاسس بالماتش او بتتفرج على السيناريو في الملعب زي ما رامي بيقول، دايما بيبقى في اخر ربع ساعه او ثلث ساعه دايما الفريق اللي بيلعب قدامك بالذات وانت بتلعب في الاهلي، فريق بيتعب ذهنيا وبدنيا. فانت لو نازل مركز او نازل جاهز ان انت تجري او ان انت تباصي او ان انت تعمل كذا كذا كذا، كل ده هيفرق معاك، ممكن انت تحقق حاجه كويسه اصلا في الربع ساعه او ال10 صحيح دقائق. صحيح. فممكن يكون ربنا بيكتبها لي انا في حاجات كويسه، ان انا اعمل جون او اجيب اسيست او في الماتشات المهمه، عشان زي ما رامي قال لحضرتك انا دايما بتعب، دايما بحب، يعني دايما انا بحب شغلي شغلك. يعني نعم. ما عنديش حاجه نعم. غيرها، فبسيبها بعمل لها كل حاجه في حياتي يعني. يعني حتى في الاجازه انا دايما بتمرن ودايما يعني انا ما بحبش الاجازات اصلا، طول ما في والله شغل وفي ماتشات. يعني في الاسبوع الاجازه ده بتعمل ايه؟ لا انا بتمرن كل يوم، بتمرن. بتروح النادي ولا بتمرن بره؟ لا لا، انا عندي في البلد، انا قاعد في البلد بتمرن، وعندي مع الكابتن محمود حمدي اللي كان عندنا في في النادي الاهلي في الجيم، بروح اتمرن معاه على طول دايما. يعني ممكن اخد يوم اجازه واتمرن 3 ايام، واخد يوم اجازه واتمرن 3 ايام، واخد يوم اجازه دايما. يعني دايما معايا مع دكتور التغذيه بتاعي ومعايا مع محمود حمدي بره، دايما بظبط الحاجات دي كلها، لان انا ما عنديش غير ده، فده شغلي يعني.